أيها المسلمون، يوم عرفة يوم شريف منيف كريم، وعيد لأهل الموقف عظيم. يوم تعتق فيه الرقاب، يوم تسمع فيه الدعوات وتجاب، يوم كثر فيه خير ربنا وطاب. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وأفضل الدعاء بركة، وأجزله إثابة، وأعجله إجابة، دعاء يوم عرفة. فاجتهدوا فيه بالتضرع والثناء والدعاء. ويستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيامه يكفر السنة الماضية والباقية. ويستحب التكبير عقب الصلوات المفروضات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.